وتنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب ماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسعار الصرف لها بشكل عام. أهلا وسهلا بك سيدة ماني، وسأبدأ مباشرة اليوم، هل هناك آثار للاتصالات الأمريكية الصينية على أسواق العملات؟ صباح الخير. طبعا الأسواق الآن تشهد بعض التعافي أو بعض الاستقرار النسبي في الوقت الذي تغيب فيه البيانات الاقتصادية الهامة في أغلب دول العالم، ولكن بشكل عام المفاوضات ما بين الولايات المتحدة والصين تتسبب نوعا ما في استقرار الأسواق العالمية وهدوء الأوضاع العالمية مع وجود تفاؤل حيال التوصل يعني لحلول فعالة ما بين أكبر اقتصادين في العالم بعد سنوات طويلة من التوترات الجيوسياسية والتي أثرت على تداولات العالم وأثرت على يعني توجهات أغلب الدول خلال الفترة الماضية. الآن مؤشر الدولار مع خلال تداولات اليوم يستقر عند مستويات 106، مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية، ولكن يعني طبعا مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة ومع الترقب للتطورات الجديدة ما بين الولايات المتحدة والصين، وبشكل عام تراجع الدولار الأمريكي ساهم نوعا ما في تعافي أغلب العملات مقابل الدولار، طبعا مع يعني بدء توقعات أو هدوء توقعات تخفيف الفيدرالي الأمريكي لوتيرة التجديد النقدي خلال 2023. نعم سيدة أماني، أيضا إذا ما تحدثنا عن فعليا الدولار أمام العملات الأخرى، نتحدث بأنه كان هناك يعني حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية، اليوم هل هناك نتائج جديدة يمكن أن تظهر أو بانتظارها السوق لاتضاح الصورة أمام هذه الأسعار بشكل عام وسعر الصرف بشكل كبير؟ نعم بالفعل عانى الدولار الأمريكي من تقلبات قوية خلال الأسبوع الماضي، طبعا بفعل يعني البيانات الاقتصادية التي ظهرت في الفترة الأخيرة والتي أكدت على احتمالات بدء الفيدرالي الأمريكي في تغيير سياسته النقدية على أن يبدأ في تقليل وتيرة رفع الفائدة خلال 2023. الآن نتوقف نوعا ما بيانات قد تكون أو قد تؤثر على تحركات الدولار الأمريكي نوعا ما، وهي بيانات أسعار المنتجين، ولكن أسعار المنتجين ما هي إلا بيانات أيضا تعكس معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أثبت نوعا ما أن هناك تراجع في وتيرة نمو التضخم للشهر الرابع على التوالي، وهو ما تسبب نوعا ما في يعني تسعير الأسواق احتمالات رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس فقط في اجتماع ديسمبر، وهو ما تسبب نوعا ما في عودة استقرار الدولار الأمريكي من جديد مقابل أغلب العملات ودعم أغلب العملات الرئيسية مثل اليورو والإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. نعم، ماذا عن منطقة اليورو خاصة بأن هناك تطورات على صعيد ساحة الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا هناك تصريحات جديدة أوروبية حول المؤازرة لأوكرانيا بشكل عام، يبدو بأن اليورو سيبقى متقلبا أم ماذا هناك؟ ارتفاعات اليورو التي شهدناها منذ بداية التداولات الأسبوعية ما هي إلا سبب لتراجع الدولار الأمريكي، حيث استفاد اليورو كثيرا من تراجعات الدولار الأمريكي واحتمالات تخفيف وتيرة التجديد النقدي من قبل الفيدرالي. ولكن على الجانب الآخر علينا الإضافة علينا الذكر بأن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يعاني من ضغوطات قوية نتيجة الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا والتوترات الجيوسياسية ما بين البلدين، باعتبار أن روسيا شريك تجاري أساسي مع المنطقة الأوروبية. الآن مع استعداد الاتحاد الأوروبي يعني التخلي نهائيا عن النفط الروسي، يتسبب هذا في مخاوف نقص إمدادات الطاقة مع استمرار في الوقت الذي تعاني فيه أغلب القطاعات بالفعل في منطقة اليورو من انكماش واضح بسبب التوترات الجيوسياسية، وبالتالي فتحركات اليورو أعلى مستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي ما هي إلا سبب لتراجع الدولار الأمريكي وليس استقرار منطقة اليورو أو استقرار المنطقة الأوروبية. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.